غيلان وكوم بليلي بن محمد، شكون اكثر لاعب من اللي خرج روما خلى بلاصتو؟ نشوفوا انا اي البليلي مش سعد بقير. لا العباد اللي تقول سعد، ما انا نقول بليلي. علاش؟ خاطر ما نحبش نقول روحي. باهي، لو كان تعمل كومباريزون بين تراجي نسختك نتاعكم انتوما معناها والنسخة الحالية. نسخة الحالية مانيش عايش معاهم، لكن حسب معناها ما نحكي معاهم. حسب ما تشوف اي، حسب ما نحكي ونشوف في الجوارات اللي نشوف، ما فماش فرق كبير، فما فرق صغير في في الجزئيات الصغيرة، فهمت؟ مثلا وقت تقف لعبة 0-0 ما عندكش كلوم شي حل في الشبكة. ما عندك الكوفرون بتاع سعد بقير حلك لا الشبكة. انا على فكره ما خدتش غير الكوفرون، قلت لك ما عنديش جواري حلك اللعب، ما نعرفش بكوفرون رباس واحد ضد واحد يتعدى ويشوت بسنتراج باهي، فهمت؟ هذا مش موجود تو في الاسبيرونس، مش موجود، ناقصه شوي. سيرتو معنا شفنا مع الجماعات اللي يلعبوا لك 10 التالي، صحيح قلت لك يلعبوا لك هما جماعات 10 التالي باش يجوك معنا الكوفرونات والسباس، صحيح سباس صغير، شكون السباس هذاك معنا باش يستغل. الملاعبيه اللي جاوا تشوف في قيمه الملاعبيه اللي خرجت، ما فهمتش، تحس عندهم نفس الكاليتي معناها؟ لا مش نفس الكاليتي، خاطر كل جوار والكاليتي نتاعه. شكون خير معناها اللي خرجوا ولا اللي جاوا؟ شكون اللي خرجوا؟ بنوني تو انا نحكيو مثلا تو مثلا في البلاست يوسف. البلاست يوسف حمدو تو يلعبوا، حمدو انا من عام الاول معانا. مثلا نحكيو على اليشتي بن محمد، نحكيو على بالغيف، نحكيو على مع غيلان، نحكيو على كوامي معكم. تصور احنا معناها الجيناسيون اللي فات عام الاول معناها كنا معناها عارفين روحنا، معناها كي نلعبوا لبرا باش تلعبوا معروف الفورماسيون تروا بيفو، كي نجيو لتونس باش نحلوا. فهمت كيفاش؟ ما تنجمش تلعب في تونس تروا بيفو، تلعب زوز قدامهم انا. دونك فاهمين روحنا ونعرفوا بعضنا. انا واحد من الناس وصلت معناها بريود انا ويوسف، والله العظيم نعطيه باس من غير ما نشوفه. ديجا نعرفوا واش يحب ونعرفوا بشكل مازال هذا ناقص تو في الاسبيرونس. صحيح مش متفاهمين مع الخطر بحكم معناها كي جاوا تو، فهمت؟ فهمتك. فادي بنشوك جاي لتعويض سعد بقير، شنو رايك فيه؟ قادر يعوض سعد بقير؟ انا نشوفه قادر، وحتى معناه ينجم يعمل معناه في حاجات انا معناه ما عملتهمش، غير ينجم يعطي اضافه وينجم يكون حتى تاخر مني انا. تعرفوا انت مليح؟ لا الحقيقه ما نعرفوش مليح.